كده. غادي تعلمني ما تجيبليش ما تجيبليش على شوف فيا يلا صافي دخلت اش كتوضى هاك دابا انا حلمي نولي بحال هذيك الفازات اللي هي ولكن انا عمري غنولي بحال كتربع عليه باش نضادري لاصحابي باش نضادري لاصحابي لو صافي دخل دابا انا ما عنديش الامل انني نولي انا في نهار يهزني الماء اش تشي غارق اصاحبي ماشي بزاف يجيك تي زوين نري غنغرق ما كاينش فيلبس عليلو علاه غادي تعلمني زعما المسخون ولا بارد هيا شتك تحولتي مبقيتش كتهضر درتيني ضم غواصات والما بارد ولا سخون نصبح انا كنتسائل كنقول لك واش الما بارد ولا سخون طلبنا صباح الخير عليكم علاء اليوم قال لك والو نعلمك تعومي قلت له ودي انا ما نعرفش نعوم بحال من يعطيني ابتساء قال لك لا والو نعلمك تعومي مش عمري غادي نعوم عباد الله فغادي نمشي ونشوفو انا دابا اللبسه كاينه اللبسه هي موجوده ولكن شي عومان راه ما كاينش غادي نمشي نحيد عليا هادشي جمعه الشعكوكه وانا معاكم نشوفو علاء اش غادي يدير لي علاء هانت دابا نقول انا كندير لك خطه دابا اش غادي ندير دابا غادي تهزني فوق ظهرك راه ما يمكنش انا هانت وما نشوفش شحال ما غارقش اش ندير الماء سخون ولا بارد زوين حلف كب واحد شويه نجوب كب شويه ما تحلو كيما تحب الدخلي ما تبقاش بارد ما يمكنش انا غادي نمشي نحط هادشي وغادي نرجع لكم باش نوريك باش نشوف لا ناقص هانتوما انا في فهمت هذا زوين وما احلاه ديال الدراري صغار لا غمض
التعلم ديالي اليوم هي انني عمري ما غادي نعوم. اي نعم كسرت حاجز الماء كسرت حاجز الماء ودخلت ولكن غنكتفي بعومة الشرغوف عومة الشرغوف كبير بحال هكا وكاع لو بغيت ندير جوية ديال بحال عومة الغواصة من البشر. دابا غادي نعلمكم هنا باش ما تعرفوش تعوموا غادي يكون بالي هو تما عمري ما غنعرفش ابدا. تعي بالله اللي هنا غرق دابا هادي ديال الاطفال وغرقت فيها ديال جاز جابني مرتين دابا تفوسع هادشي بحال كور ديرهم شوف و تخيلو حير ليك الله بحال ديرهم و ضربي بيهم و مكيضربوش بيهم عمري
عامر يغلى فيه. أبدا. لقيت مكاني.